أنا لا أعتبره تحرير، أنا أعتبره أنه تغير في الأداة التي استعملتها الولايات المتحدة الأمريكية. الولايات المتحدة الأمريكية استعملت داعش وتستعمل اليوم بعض الأدوات الأخرى. إذن تستطيع أن تقول أن الولايات المتحدة الأمريكية إلى جانب من وقف معها يسيطرون على الرقة الآن من خلال أداة من خلال داعش ومن خلال غير داعش. أي مكان يريده الجيش العربي السوري وحلفاؤه، إذا من كان يقف ويرفع السلاح في وجهه سوف نصطدم معه. لماذا؟ لأنه لدينا مشروع تحرير من أدوات فوضى على مستوى جغرافيا الوطن السوري. هذه الأدوات مدعومة من قبل من؟ قوى إقليمية وقوى دولية. فإذا كانت ما يسمى بقوات سوريا الديمقراطية أو غير قوات سوريا الديمقراطية رفعت السلاح في وجه الدولة السورية، نعم ستواجه. كل جغرافيا الوطن السوري المحددة بالدستور خط أحمر بالنسبة للدولة السورية، لكن التوقيت في يدنا. ربما التوقيت قد نختلف عليه، لكن هذا الحقل أو غيره من أي متر مربع من البادية السورية أو الساحل السوري أو الداخل السوري أو حتى الحدود مع تركيا، هذه عبارة عن خطوط حمراء جميعها. فترامب ليس قادرا على أن ينجز ميدانيا الآن. لماذا؟ لأنه أخفق. لماذا؟ لأن الطرف الآخر محور المقاومة الذي منعه من أن يحقق أهدافه قد أنجز. وبالتالي أنا في تقديري داعش كأداة للولايات المتحدة الأمريكية هزمت من قبل طرف المقاومة.